السلام عليكم، يعطيكم العافية. أنا زميلتكم إيناس الظاهر، دفعة وريد سنة رابعة. رح نشرح إن شاء الله أنا وزميلتي إنعام الدومي، خريجة 2022 جامعة مؤتة. رح نشرح إن شاء الله كورس المكلاود، مقدمة للعلوم السريرية. هي مش بس مقدمة، هي أساس العلوم السريرية. إذا يعني درستوا المادة كتير منيح وفهمتوها وتدربتوا واستغلتوها، زي ما حكينا لكم لما أعلننا عن الكورس، واستغلتوها لكسر حاجز المستشفى والتعامل مع المرضى، رح يعني تكون رابعة عليكم كتير سهلة إن شاء الله. لأنه الراوندات، يعني مشاركتكم في الراوندات مع الدكاترة، بتعتمد على دراستكم في المكلاود، يعني أكثر من المحاضرات الباطنية نفسها. الأوسكي تبع الباطنية والجراحة هو عبارة عن مكلاود بحت، تمام؟ يعني إذا دارسين مكلاود منيح رح يضل معكم سورس ترجعوا له طول فترة الكلينيكال إن شاء الله. عشان هيك حبينا انه يعني انا وانعام نعمل لكم زي هيك سلايدات تكون شاملة الكتاب، شاملة حكي الدكاترة الزيادة او المعلومات الزيادة اللي في سلايداتهم. ولما نخلص ان شاء الله بنجمعهم على صورة دوسية، بحيث تكون مرجع لكم شامل لكل اي تشيف كومبلينت ممكن يعني تمر عليكم بعدين، كيف تاخذوا منها هيستوري، ولاي فيزيكال اكزامينيشن. فبدي اياكم تكونوا مطمنين انه حتى لو ما رجعتوا للكتاب اموركم تام 100%، حتى لو ما رجعتوا للسيدات كمان أموركم تمام. فحتى يعني حطينا صور مكلاود كاملة، والمواضيع اللي بدها صور إضافية ضفناها، فحبينا نعمل هذا المصدر عشان يكون شامل كل إشي وما تضطروا ترجعوا لمصادر ثانية، ورح يفيدكم كتير يعني. فركزوا منيح، وإذا بتحبوا يعني تصوروا المحاضرات صوروهم. نبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هلا ان شاء الله تكونوا درستوا الفيديو الهيستوري، نزلته انعام على قناه اليوتيوب لمنصه ليدرجي. هلا ان شاء الله رح نشرح شابتر الجنرال اكزامينيشن الموجود في الكتاب، كتير كبير وزخم، رح نشرحه ان شاء الله في محاضرتين. ما حبيت اختصر كتير من الكتاب، لانه رح تلاحظوا انه انتم اخذتوا يمكن المحاضره مع دكتور رامي الدويري، رح تلاحظوا ان هالمحاضره اخف من شابتر الجنرال اكزامينيشن الموجود في الكتاب، ويمكن تختلف عنه شوي، تمام؟ هلا الاصل انه ندرس من الكتاب، تحديدا الجنرال اكزامينيشن. ليش؟ لانه معلومات الكتاب شامله، ولو ما نسالتوا عنها بالامتحان النظري بتنسالوا عنها في الراوندات، وبتنسالوا عنها في الاوسكي وفي الميني اوسكي. يعني الشابتر الجنرال اكزامينيشن غني جدا 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 بالصور لامتحان الميني اوسكي. فعشان هيك انا حبيت انه نشمل الكتاب كامل بكل معلوماته، ولكن بطريقه ارتب. هلا رح نشوف. والمعلومات الزيادة اللي ما بتجي في الامتحان رح أحكي لكم عنها، لا تدرسوها مش مهمة، أما المهم رح نحكي عنه مهم. فمش رح ندقر على كل كلمة وعلى كل مرض، لأنه صراحة لو بدنا ندقر على كل إشي في هدول المحاضرتين General Examination Part 1 and Part 2 يعني كل محاضرة يمكن بدها ساعتين. فخلينا نأخذ المهم والصافي، وإن شاء الله بعد ما نشرحهم رح أشيك لكم على سلايد الدكتور تشيك سريع، هيك فيديو قصير عشان تكونوا مطمئنين. أوكي، نصلي على رسول الله مرة ثانية صلى الله عليه وآله وسلم. تمام. هلأ بداية لازم نعرف انه عملية الفحص السريري للمريض، انتو بتعرفوا انه هاي المادة بتعلمنا كيف نفحص، كيف ناخذ سيرة مرضية من المريض بناء على شكوى رئيسية جاييني فيها، وكيف افحصه لحتى اعرف هل التشخيص اللي فكرت فيه بناء على الشكوى الرئيسية تبعت المريض وتحليلي الها، هل فحص السريري اللي حعمله اياه بيدعم تشخيصي اللي طلعت فيه ولا ما بيدعمه، تمام؟ فهاي فكرة الفيزيكال اكزامينيشن. فكل ستيب بتشخيص المريض مهمة. يعني المريض قال لي انه والله عنده تشست بين، فبلشت انا سكريتس، تمام، وبلشت اخذ دراج هيستوري، فاميلي هيستوري، سوشيال الى اخره، وفكرت بناء على الهيستوري وتحليلها، فكرت مجموعة ديفرنشال دياجنوسس، حطيت والله ام اي، حطيت ايورتيك دايسكشن، حطيت بيريكارديتس، حطيت هدول الثلاث، حتى بيكونوا اكتر، لانه احنا كل ما نزلنا ستيب كل ما قلوا عدد الأمراض اللي بفكر فيهم حتى أوصل لمرض واحد، تمام؟ فنفترض كان في عنا 5 differential diagnosis للتشست بين، باجي بعمل next step هي إيش؟ physical examination. لما أعمل physical examination كامل بجميع خطواته للمريض، راح تلاحظوا إنه راح يتقلص شوي عدد الأمراض اللي أنا بفكر فيها من 5 لـ 3، تمام؟ بعد الفيزيكال اكزامينيشن شو في عنا؟ في عنا انفستيجيشنز، يعني ببلش ادخل ايش على التحاليل المخبريه، بطلب للمريض لاب تيست، بطلب له اي سي جي، بطلب له صور بأنواعها المختلفة، chest x-ray، CT إلى آخره. الانفستيجيشن راح تخليني مع الكلينيكال سسبشن اللي عندي أتوصل لتشخيص للمريض، وبالآخر إيش في عنا؟ management، تمام؟ فلازم ننتبه إنه أي
شكوى بيجيني فيها المريض لازم تمر بهيستوري، فيزيكال اكزامينيشن، انفستيجيشن، واخر شيء مانجمنت بعد ما اكون اتوصلت للديزيز اللي شخصت فيه المريض. فالفيزيكال اكزامينيشن زي ما هو مكتوب بيجينز اس سون از يو سي ذا بيشنت، مجرد انك تشوف المريض ببلش الفحص السريري له. هلا رح نعرف كيف. ولازم تعرف انه الطبيب الفطن او الذكي بيقدر انه من خلال الفيزيكال اكزامينيشن، من خلال مشية المريض، من خلال مجرد انه يشوفه من اول ما يدخل العيادة. دايما الدكاترة كانوا يحكونا في الراوندات انه الدكتور الشاطر بيلقط المرض او ممكن يتوقع شو هو المرض من دخلة المريض عليه على العيادة، تمام؟ لانه المريض نتيجة الالم اللي عنده بيكون يدخل في وضعية معينة، هاي الوضعية بتخلي الدكتور نتيجة الخبرة انه يتوقع شو المرض، تمام؟ فهذا جزء من الفيزيكال اكزامينيشن. اوكي، لازم نعرف هلا كيف احنا بنحضر المريض حتى نقدر نفحصه. النقاط يلي ملون لكم اياها بالازرق وتحتها خط، واضح انها النقاط المهمه واللي بتنسالوا عنها دائما في الراوندات، تمام؟ دائما بنعرف عن انفسنا. يا السلام عليكم، يعطيك العافيه، انا ناس الظاهر، طالب الطب سنه خامسه في جامعه مؤتة، تسمح لي افحصك؟ اوكي، دائما هاي الكلمه حتى عليها علامات في امتحان الاوسكي، فانتبهوا لها. introduce yourself probably to the patient. هلا موضوع الشيك هاندز هذا راح من وقت الكورونا، وكمان هو بيختلف حسب الكالتشر وحسب الريليجن، يعني مش انه موضوع لازم انه يكون موجود او اشي لازم تعملوه، لكن اذا درتوا انه تعملوه واشي كان كالتشرالي اكسبتابل رح يدلك على كلوز معينة بناء على لما يعني لما سلمت على المريض. رح نحكي هلأ على ايش ممكن يدلني، تمام؟ في جداول في ماكلاود كتير مهمة، كل ما نمرق عن جدول مهم رح نفصله ونحكي عنه منيح، اوكي؟ طيب، تاني ستيب لازم اخذ البيرميشن. شفتوا كيف لما عرفت عن حالي؟ يعطيك العافيه، انا ناس الظاهر، طالب الطب سنه خامسه من جامعه مؤتة، تسمح لي افحصك؟ هاي العباره اخذت فيها انا تو ستيبس من الخطوات اللي بجهز فيها المريض، تمام؟ هون بيحكي لي في النقطه الثالثه انه لازم نتاكد انه كل الادوات اللي انا بحتاجها بحتاج افحص فيها المريض موجوده قريب مني، ولازم اتاكد من ايش الاهم، اللوكال هايجين بوليسيز، تمام؟ لازم اني اتاكد انه ايدي نظاف والهايجين معي ومعقمهم، تمام؟ اوكي، privacy is essential when assessing a patient. موضوع البرايفسي جدا مهم، كل مريض له خصوصيته. يعني اذا كنا بمستشفى جناح دخلنا الغرفه بيكون فيها ثلاث اسره على اليمين ثلاث اسره على الشمال مثلا، كل سرير باجي عنده افحص المريض لازم الستاير تكون مسكره، فتاكدوا قبل ما لما تحكوا مع المريض وتسألوا انكم يعني تاخذوا منه الاذن انكم تفحصوه، على طول سكروا الستاير او سكروها اول ما تفوتوا، لانه كل مريض له خصوصيته، فما بصير افحصه قدام المريض الثاني يكون شايف، اوكي؟ فموضوع البرايفسي جدا مهم. النقطه الخامسه بتحكي لنا انه لازم يكون في تشابيرون. تشابيرون يعني لازم يكون في مرافق، تمام؟ لازم يكون في مرافق ممرض او ممرضه مع الدكتور وهو يفحص. طيب شو السبب؟ السبب لحتى يعني هذا الاشي بيخلي المريض مرتاح اكتر، تمام؟ بحيث ما يحس انه، خاصه لما يكون في عندي فيميل وميل، يعني الجندرز مختلفه، فيعني اشي يطمئن المريض اكثر وبيعطيه ثقه اكثر في الطبيب لما يشوف انه معاه مرافق، تمام؟ فهي النقطه لازم ننتبه لها. طيب، هل لازم يكون المرافق دائما موجود؟ وشو هي الحالة اللي يعني لازم يكون المرافق موجود ولازم يكون حتى في ريبورت موقع انه كان في مرافق والمريض شايفه وكل هاي الامور، تمام؟ في حالة فحص intimate areas زي البريست او الجينيتال اريا او الريكتال اكزامينيشن، هدول هسه بشكل عام ممكن يعني غير هدول الأماكن ممكن يكون موجود تشابيرون ممكن يكون لا، تمام؟ لكن شو هي الأوقات اللي لازم يكون موجود فيها تشابيرون؟ في حالات البريست والجينيتال ريكتال إكزامينيشن، تمام؟ وفي حال إنه المريض نفسه رفض إنه يكون في تشابيرون لازم يكون في ورقة موقعة إنه والله المريض رفض، مش بعدين إذا عملنا إذا ميل دكتور فحص الفيميل بريست وهي كانت رافضة إنه ما بدها تشابيرون وبعدين تصير تحكي الدكتور ترفع قضية على الدكتور لا، عشان هيك يعني لازم يكون في ريبورت موقع من المريضة نفسها إنه هي والله رفضت إنه وجود التشابيرون، تمام؟ فلازم ننتبه لهاي الملاحظات. ولو كان في تشابيرون زي ما قلت لكم لازم كمان يكون في ريبورت موقع انه والله كان في تشابيرون وهي هالمريضة موقعة وهي الدكتور موقع والتشابيرون موجود اسمه وهي هو نفسه موجود، تمام؟ طيب، ايش بالنسبة للريلاتيفز؟ هلا الاحسن انه الريلاتيفز يعني المرافقين للمريض انهم يطلعوا برا لما الدكتور يفحصوا الا اذا كان هو موافق انهم يضلوا. بالنسبة للبيرنتس في حالة التشايلد اكزامينيشن لازم يكونوا موجودين،
تمام. اذا الريلاتيفز الاصل انهم يطلعوا الا اذا المريض كان بده اياهم يضلوا، اما اذا كان طفل لازم امه وابوه يكونوا موجودين. اوكي النقطة السادسة بتحكي لي انه الغرفة لازم اكيد تكون دافية، لازم يكون عندي الفحص في بعض الحالات يعني تحت ضوء الشمس، تمام natural light. رح نحكي لقدام ان شاء الله في موديول جي اي عن الجوندس examination، ورح تشوفوا انه احد الستيبس لما نيجي نعمل جوندس examination اللي هو yellowish discoloration of the sclera، انه احد الستبات اللي كانوا يعلمونا اياها في مستشفى البشير لما اخذنا جراحة، يجي الدكتور يحكي لنا يلا مين يفحص لي جوندس، فإحنا نكيف يعني ولا أسهل إنه يعني فحص الجوندس، فنيجي نفحص ونشوف كيف الوضع واليلوش سكليريشن يحكي لنا غلط، هيك أنا برسبكم شو المشكلة. المشكلة إنها الستاير كانت مسكرة يعني لازم يعني أشيلها وأفتح الشباك بحيث إني أفحص الجوندس under natural light وأشوف يعني تحت الضوء الطبيعي حتى يبين عندي إذا فعلا في جوندس ولا لا. فهاي المعلومة مهمة في فحص الجوندس، رح نحكي عنها لقدام إن شاء الله. بالنسبة للإكزامينيشن كاوتش أو بيد يعني السرير اللي بيكون نايم عليه المريض لازم يكون على ارتفاع معين، ولازم يكون مزود بتكنيك يقدر المريض أنه يرفع وينزل التخت أو الارتفاع حسب اللي بيناسبه. لازم يكون في عندي مخدة منيحة ارتفاعها منيح اللي ينام عليها المريض، خاصة إذا كان بقدرش ينام فلات يعني كان عنده ضيق في النفس ضيقة نفس، وإذا نام فلات بدون ما إشي يرفعه رح تزيد ضيقة النفس اللي عنده، تمام. فلازم هاي الأشياء كلها تكون مزودة وجاهزة للمريض. رقم 8 قبل ما أفحصه، رقم 8 لازم دائما أبدا نوقف نفحص من right side of the patient أو right side of the bed. هاي المعلومة وهاي الشغلة لحد الآن مرات إحنا بننسى بنلخم ونخربط فيها، بنروح نوقف على يسار المريض والدكتور بيعصب، فدائما توقفوا على يمين المريض. ليش؟ خلص هي هيك. أوكي تمام. رقم 9 adequate and good exposure، كمان هاي يعني معلم لكم عليها لأنها مهمة. كل موديول رح تاخدوا كيف نعمل examination الى exposure خاص فيه، تمام. اوكي شو الملاحظات اللي بدي احكي لكم اياها عن موضوع الاكسبوجر؟ خليني احكي لكم مثلا عن موضوع الجي اي تي الجهاز الهضمي. هلا لما اجي اعمل اكسبوجر في الجي اي بدي افحص الجهاز الهضمي واعمل inspection palpation، رح نحكي ان شاء الله عن خطوات الفحص. لازم يكون عندي الاكسبوجر يعني يتكشف المريض من عند الزيفي ستيرنوم، من عند الزيفي ستيرنوم لعند السيمفس بيوبس او لعند البيلت لاين يعني لعند مكان الزنار او الحزام او الكشاط يعني. اوكي طيب هلا هذا هو الاكسبوجر تبع الابدومن او تبع الجي اي اكزامينيشن. طيب هلا لما انا اجي افحص هلا الاصل هذا المكتوب في ماكلاود، تمام. طبعا راح تشوفوا انه كل دكتور مرات عنده هيك طريقه يعني اكسبوجر يعني هيك اللي بده اياه يعني الا ما تلاقوا هاي الشغله بين الدكاتره عادي يعني احنا نعتمد الكتاب المرجع. هلا شو كان موجود قبل نسخه ماكلاود القديمه؟ انه في الابدومن اكزامينيشن المفروض يكون من عند التشست كامل مع الابدومن كامل لعند الميدل ثاي، تخيلوا. لكن فور نوت امبيرسينج ذا بيشنت لانه هذا الموضوع محرج بالنسبه للمريض، فلا صرنا نغطي منطقه الثاي وبس لعند السيمفس بيوبس، ومش ضروري منطقه التشست كامل تكون مكشفه انما فقط من عند الزيفي ستيرنوم. اوكي فهاي معنى كلمه جود ان اديكويت اكسبوجر، يعني انا ما بروح اكشف المريض الاماكن ها بدي افحصها، وبنفس الوقت لما اجي اكشف المريض افحصه في منطقه، المنطقه الثانيه اللي لسه ما وصلت اني افحصها احرص انها تكون بعدها مغطيه عشان المريض ما يبرد، تمام. وهي الاشياء يعني خذوا بعين الاعتبار انها دائما بتخلي المريض يثق فيك اكثر وانت تفحصه. اوكي فاذا بتلاحظوا يعني كلها اشياء لوجيك وما بتنحفظ حفظ بصم، تمام. يعني مع التكرار ومع الراوندات اللي راح تاخذوها في المستشفى ولما ندربكم احنا ان شاء الله يعني خلص بتعلق براسكم. فيعني بدي اوصلكم اياه محاضره الجنرال اكزامينيشن بارت 1 اند بارت 2 اغلبها اشياء لوجيك، خلص هيك مع البراكتس بتيجي، مش بقعد احفظ بصم، تمام. النقاط اللي نركز عليهم اللي هي تعرف عن حالك، تاخذ الاذن، اصحك تعمل اي فحص للمريض بدون ما توضح له شو بدك تعمل له وبدون ما تكون ماخذ اذنه، يعني حتى ما بنتقل من ستيب لستيب بالفحص الا لما اكون ماخذ اذن المريض. ثالث شغله لازم ننتبه لها اللي هي المهمه الهايجين بوليسيز. تامن شغلة أو الشغلة 1 2 3 الرابعة المهمة، هدول المهمات اللي بحكي لكم عنهم لازم يكونوا موجودين وعليهم علامات في الأوسكي اللي هم right side of the patient or of the bed والإكسبوجر الصحيح according للإشي اللي بدك تفحصه، تمام. ننتبه لمعلومات التشبيرون أو ملاحظات التشبيرون اللي حكينا عنها هون، ننتبه لملاحظات الإكزامينيشن كاوتش أو بد اللي حكيت لكم عنها، فهم يعني هيك فهم وبدون حفظ. أوكي تمام. هلا حكينا انه ممكن لما اعرف عن حالي اني اسلم على المريض. طيب تسليمي على المريض هل هو بس هيك يعني اشي يعني عفوي هيك بيطلع، ولا
أنا كدكتور هدفي إني أعرف إشي معين أو يساعدني في التشخيص، مرات الشيك هاندز بيعطيني كلوز لأمراض معينة. إذا سلمت على المريض وحسيت إنه إيديه كولد أند سويتي، بدي أفكر إنه هذا المريض ممكن جيني أنكشس، تمام؟ يعني في حالة أنكزايتي، يعني ممكن يكون السمباثيتك عنده شغال والأدرينالين عالي، تمام؟ فهاي أول شغلة يمكن تدلني تساعدني في التشخيص. طيب لو سلمت على المريض وحسيت انه ايديه باردين ونشفين، تمام، يعني ما في سويتينج، ما في، مش حاس انا ب، اللهم صل على سيدنا محمد، ايديه نشفت على الاخر، في هاي الحالة ممكن افكر بديزيز اسمه رينود فينومينون. الرينودز هي عبارة عن سبازم بالارتريز اوف ذا بيريفيرال سيركوليشن اللي بتغذي الاطراف، تمام، الشرايين اللي بتغذي الاطراف فيها سبازم متضيقة، فيها زي تشنج، فبطلت تغذي الاطراف، يعني اصابعي في الدم، فرح تبرد هاي المنطقة لان ما في دم بيغذيها ورح تكون دراي، تمام. طيب لو سلمت على المريض وحسيت انه ايديه hot and sweaty، لاحظوا مش cold، لا hot and sweaty، في هاي الحالة لازم افكر بالهايبرثايرويدزم. اخدته في الاندوكراين صح، انه الهايبرثايرويدزم المريض بيكون ايديه hot and sweaty، وبالهايبوثايرويدزم بتكون dry and coarse. طيب هلا لو سلمت على المريض ولاحظت انه ايده كبيرة والمسل كأنها هايبرتروفايد وكمان في عنده سويتينج، هون بفكر في الاكروميجالي. هلا راح بعد ما احكي لكم عنه راح نعيده بطريقة تسهل عليكم حفظه. بالنسبة لموضوع الدراي كورس سكن حكينا بفكر فيه في الهايبوثايرويدزم، بفكر انه هذا المريض كتير بيشتغل بايده، تمام، لما يكون هيك تحس ايده مش بس ناشفة، كورس يعني هيك خشنة، تمام، او ريجولر ووتر اكسبوجر وما بينشف ايده. ممكن اذا يعني طول شوي تقدر انه يفك ايده عن ايدي بعد ما سلمت عليه، يعني موضوع ريلاكسيشن انا سلمت عليه عمل كونتراكشن، عشان يعمل ريلاكسيشن ويفك ايده طول شوي تاخر شوي، هاي احفظوها دائما مع ديزيز رير بياثر على الاعصاب اسمه مايوتينيك ديستروفي، بيكون عندنا مشكله في النيرف سبلاي المسؤول عن امر ريلاكسيشن اوف ذا ماسلز اوف ذا هاند، تمام، فبيكون عندهم ديليد ريلاكسيشن، ريلاكسيشن متاخر شوي بيطول موضوع انه يفك ايده عن ايدي. اوكي، إذا لقيت إنه لما سلمت عليه في زي نوديولز، رح نشوف صور إلهم، يعني أو في زي ديفورميتيز بالهاند، هون بفكر في التروما، والتروما هي الموست كومن كوز أوف ديفورميتيز. ممكن أفكر بروماتويد أرثرايتس أو ديبيترينز كونتراكشر، رح نحكي عنهم إن شاء الله ورح نشوف صور إلهم كم سلايد لقدام. طيب يا نبض، كيف نسهل يعني حفظ الجدول؟ هسه الانكزايتي يعني كأنه السمباثيتك شغال، السمباثيتك لما يكون شغال بده يكون عامل فازوكونستريكشن صح، والفازوكونستريكشن مش هيوصل دم للأطراف، رح تكون ايده باردة. سويتي ليش؟ لأنه السمباثيتك هو اللي بيغذي السويتي جلانز، فأكيد لما يكون الأدرينالين مرتفع والسمباثيتك شغال المريض أنكشس حيكون التغذية للسويتي جلانز عالية، وبالتالي راح يكون عنده إيش؟ راح يكون إيده سويتي. الرينود فينومينون ما إلها علاقة بالسمباثيتك، هي مجرد سبازم بالبريفيرال أرتيريال سيركوليشن، فأكيد ما راح يوصل دم للأطراف، راح تكون باردة وراح تكون دراي، تمام؟ لانه هي عباره عن اسكيميك ديزوردر، ما لها علاقه انه والله بالسمباثيتك سيستم عشان احكي انها رح تكون سويتي. الهايبرثايرويدزم دكتوره هند الله يسهل عليها عطتنا فيسيو واحنا بيسك، كانت تحكي الهايبرثايرويدزم حطوا جنبها كلمه شعللها ولعها، كل شيء طاير، تمام، كل شيء عند المريض مرتفع، فلوجيك انه يكون ايديه هوت يعني حرارتهم مرتفعه، بتكون السكريشنز تبعت السويتي جلاند مرتفعه فيكون سويتي. الاكروميجالي الفكره انه المريض بيكون عنده الجروث هرمون مرتفع، ما دام الجروث هرمون مرتفع معناته الماسلز حتكون كبيره، ايده حتكون كبيره، والسويتي جلاندز حتصير كذلك هايبرتروفايد وتطلع ايش؟ سويت بزياده. بالنسبه لموضوع المانيوال والهايبوثايرويدزم وريجولر ووتر اكسبوجر، بتخيل منطق وسهل نحفظ انهم بيعملوا دراي كورس سكن. والمايوتونيك ديستروفي حكينا سهل، دائما مربوطه معاه كلمه ديليد ريلاكسيشن اوف جريب وهو سمثينج ريليتد للنيرفز. ورح نحكي عن موضوع التروما والأذر كونكتيف تيشو ديزوردرز في الديفورمد هاندز، لكن نحفظ من الآن إن الموست كومن كوز أوف ديفورميتيز إز تروما، تمام؟ أوكي، بالنسبة لموضوع الهايجين بوليسيز مش رح أقعد أحفظ بالستبس وكيف بغسل إيدي وأبصر إيش، بس بحضر لها فيديو وبحاول أطبقه عشان أكون أغسل إيدي بطريقة صحيحة وبطريقة بتعقم كل مكان بايدي عشان اعرف لما افحص المريض تكون كل اموري تمام. فهاي صور من ماكلاود، مش اقعد اقرا واحفظ، ما بنحفظ هذا الاشي، بس بحضر له فيديو، فخلينا نحضر له فيديو سوا. هذا الفيديو من جيكي ميدكس، بالمناسبه هاي قناه حلوه لموضوع الاكزامينيشن وكيف تتعلموه. طبعا عمليه بتاخذ من 20 ل 30 ثانيه، لازم طبعا بيكون في معقم في المستشفيات خصوصي لحتى نغسل ايدينا فيه قبل ما نفحص المريض.
او مش ضروري نغسل يعني، بيكون يعني نفس الهايجين اللي احنا بنحطه بنعمل فيه نفس الستبس لو لما بدي اغسل، عرفتوا كيف؟ المهم انه يكون بين الاصابع وباطن اليد وظهر اليد، كل الاماكن ايش معقمة. شفتوا كيف عمل بين الاصابع هون على منطقة الدورزم of the hand، plantar aspect من جوا، وكذلك بين الاصابع مرة ثانية. هاي الحركة كمان مهمة عشان موضوع النيلز وأندر ذا نيلز والنيل بيت، يعني جزئية النيل كاملة تكون مشمولة. وكيف الثم خليناه بالآخر، عملنا عليه روتيتوري موفمنت عشان نضمن إنه إحنا عقبنا كل مكان. هادي كمان شفتوا كيف هي، بس استبات يعني، أنتوا حاولوا طبقوها في البيت لما تغسلوا، لما تحطوا هايجين تحفظوها، بس هيك يعني مش قاعد احفظ والله شو الاستبات، لا طبعا. اوكي هلا نيجي على المهم. بعد ما اخذنا كيف نحضر المريض، عرفته عن حالي، اخذت منه الاذن، تاكدت من البرايفسي، بتاكد اذا في تشبيرون، اذا كان في عندي انتيميت اكزامينيشن، بعدين بتاكد انه وضع السرير والادوات اللي انا بحتاجها كلها موجوده، وبروح بوقف على يمين المريض. من البداية بوقف على يمين المريض وبتأكد، وبعمل إكسبوجر بعد ما أكون متأكدة من البرايفسي حسب إيش، حسب الجهاز اللي بدي أفحصه. طبعا بالنسبة لموضوع الإكويبمنت والأدوات اللي لازم تكون موجودة عندي، هذا جدول في ماكلاود كمان موجود، يعني مش بقعد أحفظ فيه كمان، ولا بقعد أشوف صور لكل شغلة، يعني هذا بس بيعرفك إنه عشان تقدر تعمل فول إكزامينيشن لأي سيستم أنت بتتعامل معاه لازم يكونوا موجودين هدول الأجهزة. ستيثوسكوب، بين تورش، ميجرينج تاب، اوفثالموسكوب اللي بنفحص فيه الفندس اوف ذا اي، هي الاوفثالموسكوب حطيت لكم له صوره، الاوتوسكوب بفحص فيه الاير، سفيجما مانوميتر عشان موضوع الضغط، تندون هامر، تيونينج فورك، هاي التيونينج فورك طبعا انتم في اشياء مر عليكم من لابات البي ان اس والسي ان اس صح. اوكي مش رح نقعد نقراهم كلهم، يعني هذول بس ادوات لازم يكونوا موجودين، فمش بقعد احفظ فيه. تمام هلأ بعد ما عملت كل خطوات تحضير المريض بدي أبلش فحص. فحص أي سيستم رح تاخدوه في الـ human body هو عبارة عن 4 steps: inspection, palpation, percussion, auscultation. inspection يعني مجرد أني أنا أعاين المريض، يعني مجرد أني بالنظر أقدر أني أعمل له examination تمام بدون ما ألمسه، هاي أهم شغلة تعرفوها بالinspection. طيب بالبالبيشن لا، بعد ما خلص inspection وطلعت ملاحظات معينة بنتقل على next step إني أبلش أعمل palpation according للجهاز اللي أنا بتعامل معه. طيب percussion هاي تكنيك رح تاخدوها إن شاء الله وتفهموها لما تبلشوا تاخدوا in detail لكل system كيف تعملوا له examination، يعني لما تاخدوا CBSR SGI تمام. auscultation باستعمال سماعة الطبيب تمام. هلا مثلا اعطيكم مثال انه انا في الانسبكشن بدي اعمل فيزيكال اكزامينيشن للهارت للكارديوفاسكولار بحكي لك او للتشست، باجي بوقف على يمين المريض بمشي كل الاستبات، بعرفه عن حالي البرايفسي، باخذ اذنه عشان اقدر افحصه، وزي ما قلت لكم بوقف على يمين وجود اكسبوجر. ببلش انسبكشن بشوف اذا في اي سكارز على التشست، اذا عامل عمليات سابقه وتاركه سكار تاركه ندبه بعلق انها موجوده، اذا في اي تشست ديفورميتيز بتكون مبينه بعلق عليها، اذا في اي فينز مبين انها منتفخه قدامي بعلق عليها، اذا في اي ماس مبينه انها قاعده يعني كتله مبينه وظاهره بعلق عليها. هذه كلها اشياء الهير ديستريبيوشن بعلق عليه، اي color discoloration بعلق عليه، هذا كله بجيبه بالinspection تمام. بعد ما خلص الinspection باجي بدي افحص اهم اشي بالبالبيشن بالتشست اللي هي الapex beat محل نبضة القلب تمام. بحدد مكانها بالleft fifth intercostal space mid clavicular line وبحسها تمام. هذا طبعا step ولا هو البالبيشن طويل يعني رح تاخدوه بالتفصيل ان شاء الله مع دكتورة انعام. البيركوشن البيركشن تكنيك خليها لوقتها حلوة، ضروري تتدربوا عليها كتير كتير، انهم الدكاترة بيركزوا انكم لما تعملوا بيركشن ضروري يطلع معاكم صوت، فلما تاخدوها هذلكم تتدربوا عليها على بعض اوكي. والاوسكلتيشن اني اجي عملت بالبيشن للايبكس بيت في الاوسكلتيشن بسمعها في نفس المكان تمام، يعني رح تاخدوهم بالتفصيل ان شاء الله. طيب هلا احنا رح ناخذ في هاي المحاضره زي معلومات عامه، يعني مش حندخل في الانسبكشن شو بنعمل بالبيشن، لا هاي رح نخليهم الاربع ستيبات هدول مع كل شابتر لحال مع السي بي اس والار اس والجي اي. لكن الان كجنرال اكزامينيشن انا ما حددت سيستم معين، بدنا ناخذ ملاحظات عامه. اول اشي شو ممكن المعلومات
رح نحكي شو هي المعلومات اللي بقدر اني استنتجها من الانيشال اوبزرفيشن، نظرتي العامه للمريض. رح نحكي عن موضوع الفايتال ساينز، وهي يعني ستيب كتير ضروريه وكتير مهمه، وبكل تقرير صباحي بكل مناوبة رح تعملوها وتاني يوم مورنينج لازم يكون الفايتال ساينز موجودين، ولازم تشيكت ريجولرلي يعني في المستشفى العلامات الحيويه للمريض لازم ايش نفحصها بشكل دوري ومستمر، لانه هي اللي بتعطيني يعني بترفلكت يعني الجنرال كونديشن للمريض، واذا في تحسن او ما في تحسن بحالته، تمام، واذا في استجابه على الادويه اللي بياخذها ولا لا، اذا في استجابه على السوائل اللي بياخذها ولا لا. الرئيسيات هم البلس ريت، اضفت لكم لهم جدول بالاخر لكل واحد مع قيمته او الرينج تبعه النورمال. يعني البلس ريت اللي بفحصها على الراديال ارتري، طبعا رح نحكي عنهم ان شاء الله في الراوندات اللي رح نطلعها معكم ان شاء الله. يعني الفايتال ساينز بدها يعني اشي يكون عملي مش هيك حكي. التمبريتشر ولها اكثر من طريقه لحتى نفحصها، البلد بريشر، الريسبيراتوري ريت اللي هو من 12 ل 16 من 12 ل 20 بريث بير مينيت، ورح نتعلم كيف نفحص الريسبيراتوري ريت، الاكسجين ساتوريشن مقدار تشبع الهيموغلوبين بالاكسجين اللي لازم يكون اعلى من 94 او اعلى من 95%، في اختلاف بين المصادر، والكونشس ليفل جلاسكوكوم سكيل ان شاء الله لما نشوفكم كمان بشرح لكم اياها بطريقه حلوه لانه هو اشي مهم وممكن تنسألوا عنه بالراوندات، تمام. لكن الرئيسيات اللي هم من عند بلس ريت، تمبريتشر، بلاد بريشر، ريسبيراتوري ريت، اوكي تمام. وفي عنا بعد ما نخلص initial observation and vital signs في عنا specific examination اللي هو عبارة عن الأربع استبات هدول اللي رح تاخدوهم إن شاء الله CVSR اسمع دكتور أنعام، ورح تاخدوا معي إن شاء الله GI، تمام؟ أوكي. هلأ مع initial observation إيش ممكن أطلع بمعلومات؟ ممكن من نظرتي العامة للمريض أشوف إذا هو تعبان ولا مش تعبان، يعني المريض اللي بيكون جاييني يعني بألم شديد بيكون مبين عليه، مبين عليه إنه مش قادر يوقف، مبين عليه إنه بيصرخ، بيكون مبين إذا مريض well أو unwell، تمام؟ بقدر اعرف من مشية المريض، من حركته، من قعدته، من على الكرسي، وقفته، بقدر من كل هاي الحركات اني اطلع ايش بافكار معينة براسي، تمام. هلأ بهمني موضوع ملابس المريض كانيشال اوبزرفيشن، بطلع على اوعي او شو لابس، شو ممكن اطلع منها بمعلومات. طبعا هاي الاشياء كمان مش بقعد ابصم فيها، رح تشوفوا هلأ انه هي شغلات لوجيك وسهلة واي حدا بقدر يجيبها. اذا الكلودينج جيفز كلوز، شو بتعطيني يعني دلائل عن ايش؟ ممكن المريض يكون عنده خسر وزن بفترة يعني حديثا، خسر وزن بكمية كبيرة، تمام، فممكن الأواعي اللي يكون لابسهم بينات إنهم يعني عليه وساع، تمام، فأنا بشك إنه هذا المريض بسأله خسرت وزن من فترة حديثا يعني نزل كتير وزنك، لأنه موضوع الويت لوس ريسنت بيكون يعني إشي خطير مش إنه إشي سهل، أوكي. signs of self neglect ممكن إذا كانوا أواعي مش مرتبات، مش نضاف كذا، خاصة إذا كان طفل ممكن يدلني إنه هون في عنا some sort of neglect، تمام، أهله مهملينه، مش معتنين فيه، في عنا يعني نوع من أنواع child abuse، أوكي. ممكن يكون لابس ملابس يعني جاييني الدنيا صيف، تمام، وجايين المريض لابس يعني بردان ولابس أواعي شتوية، أو العكس الدنيا شتاء ولابس نص كم، هاي ممكن تدلني على إيش؟ ممكن تدلني على الهايبر والهايبوثايرويدزم، صح؟ لأنه مرضى الهايبوثايرويدزم حكينا شعللها ولعها، بيكون عنده هيت انتلرنس، مش متحمل الحرارة لأنه جسمه أصلاً خلقه مولع والميتابوليزم عنده طاير، فبالتالي ممكن بالشتاء عزدين الشتاء يجيني لابس أواعي صيفية، تمام؟ والعكس بالنسبة للهايبوثايرويدزم. ممكن تعطيني زي يعني 3 و4 عائدات لبعض، انه لبس المريض ممكن يدلني على الحاله المرضيه اللي عنده، تمام. اخر اشي هنا ممكن اندل من الاكسسوارات اللي لابسها المريض، او اذا في تاتو معين، او اذا في سواره معينه لابسها تدلني على حالته المرضيه، مثلا في مرضى الابيليبسي، مرضى الصرع، مرضى تايب 1 دي ام ديابيتيس، في امراض معينه لازم يكونوا يعني لازم الاحسن انهم يكونوا لابسين سواره باسم المرض اللي عندهم عشان لو فقدوا الوعي فجاه نعرف كيف نتعامل معهم، اوكي، لانه بيكون لايف ثريتنينج كونديشن، يعني اذا عرفت انه هو ابيليبسي، اذا عرفت انه هو مثلا تايب 1 دي ام، بعرف بسرعه كيف اتعامل مع المريض بدل ما انه يمرق الوقت على الفاضي ويخسر حياته، اوكي. فهي اشياء كلها من ملابس المريض او من منظره العام او من ايش بيكون حاطط اكسسوارز وهيك، اوكي. هاي هدول الصور في ماكلاود، مثلا هون تاتو بدلني انه هذا المريض عنده تايب 1 دي ام، هون ممكن اعرف انه في عنا مكان انه يعني في عنا some sort of intravenous injection، ممكن يكون drug abuser، اوكي.
هون بورجيني انه في عنا سكارز، لكن هاي السكارز بتدلني انه هذا سيلف هارم، يعني هو مأذي حاله وبده يتهم حدا. فبطريقة معينة بقدر أعرف من هاي الوونز إذا هي سيلف هارم ولا مش سيلف هارم. هذا موضوع شرعي مش موضوعنا، لكن بس هون بدي إياكم تعرفوا إنه لازم الدكتور تكون نظرته ثاقبة، يعني كل إشي يطلع عليه، كل إشي ينتبه إله، لأنه كل إشي ولو كان صغير وإنت مفكره مش راح يفيدك، لا كل شيء بيفيدني، تمام؟ فلازم يعني نفل المريض زي ما بنحكيها. أوكي، هلأ رح نبلش نأخذ مصطلحات عامة من هون لمحاضرتين، كل مصطلح نأخذ عنه معلومات، والمعلومات اللي بتكون زيادة أو مش ضرورية بحكي لكم لا تحفظوها أو ما بتيجي في الامتحان. أوكي، هلأ بعد ما خلصنا initial observation، نظرة عامة للمريض، نبلش نأخذ كل نقطة نقطة بالتفصيل. بالنسبة لموضوع gait and posture، يعني وضع المريض أو مشية المريض، ممكن تدلني على اشياء كتيرة. موضوع الجيت على فكره موضوع كتير انترستينج، يعني اذا بتحبوا تحضروا عليه فيديوهات او تتوسعوا فيه، لكن هو موضوع اعصاب اكثر، فمش راح نركز عليه يعني وناخذ كل مشيه ايش بتدلني على اي مرض. لكن هيك امثله سريعه: الابنورماليتيز اوف جيت كان بي باثوجنوميك ساينز اوف نيورولوجيك اور ماسكولوسكيليتال ديزيز، تمام؟ مشيه المريض ممكن تدلني اذا عنده مرض معين، زي مثلا اذا كان جاي جلطه على الدماغ، تمام، جلطة في الـ left side of the brain هتعمل له hemiplegia بالـ right side of the body، في الـ right upper limb والـ right lower limb، صح؟ وهلأ بورجيكم فيديو للـ hemiplegic gait اللي هي يعني مشية اللي بيكون عندهم شلل نصفي بعد جلطة على الدماغ. أوكي، ممكن في عنا gait تانية بسميها ataxic gait، هاي الـ gait ممكن نشوفها عند مرضى cerebrovascular disease أو parkinsonism. شرحت لكم في البي ان اس، صح، حكينا عن الفستينيتنج جيت او الشفلنج جيت تبعت مرضى شلل الرعاش. اوكي، هلا رح نشوف لهم فيديوهات بس عشان نعمل ريفرشمنت سريع. غير الجيت ممكن يكون في عند المريض حركه رشفه بايديه، التريمورز كمان اخذناها وشفناها في الباركنسون، صح؟ بتعرفوا كيف التريمورز كيف بتكون؟ هذه رعشه الايدين، هذه رعشه الايدين مش شرط تكون يعني مرض عصبي بحد ذاته، ممكن يكون المريض مدمن كحول وقف مرة واحدة، فبتصير عنده يعني withdrawal symptoms. أحد withdrawal symptoms إنه يصير عنده tremors. أوكي، ممكن يصير عند المريض، ممكن نلاحظ إنه المريض هذا عنده dystonia. dystonia يعني difficulty speaking. المريض مش difficulty speaking، dystonia بيكون عنده abnormal movement، يعني انقباضات العضلات عنده بتتم بصورة غير طبيعية. ممكن يكون عنده كوريا، الكوريا حكينا عنها في الهانتينغتون ديزيز، تذكروها كمان، اللي هي عبارة عن حركة زي الرقصة، تمام، عشان هيك سموها كوريا، بتصير مين اللي عند الأطفال، تمام، هو عبارة عن جيركي انفولنتري، حركات لا إرادية، كأنه الطفل ببين كأنه برقص يعني. أوكي، فهون بس بدي أورجيكم هيك بشكل سريع هذه الأتاكس جيت، شايف كيف خطوات قصيرة بطيئة، تمام، وهذه الهيميبليجيك جيت، هون الشلل بالجهة اليمين. أوكي، نتيجة إنه الجلطة بالجهة الشمال. فيعني اقرأوا، يعني القراءة ما بنحفظ كله حفظ، يعني أغلبها معلومات مر عليكم ومش هالأهمية صراحة يعني. أوكي، تمام. هلأ الجدول هذا مهم، هاي مر علينا تاني جدول مهم. أول جدول كان تبع الشيك هاند، صح؟ هاد تاني جدول بالنسبة لموضوع الفيشل إكسبريشن أند سبيتش. خلصنا موضوع مشية المريض على إيش ممكن تدلني، تمام؟ ممكن من مشيته، مجرد دخوله على العيادة عندي ومشيته وشخصه، تمام. تاني شغلة ممكن أستفيد منها تعابير وجه المريض وطريقة كلامه. شو ممكن تدلني بالنسبة لتعابير وجه المريض؟ إنهم نعرف إنه مرضى الباركنسونزم بيكون عندهم poverty of expression أو بيكون عندهم masked faces، ما في تعابير على وجههم بالمرة، ما بتعرف هو زعلان، هو مبسوط، هو متوتر، هو متفاجئ، مش مبين على وجهه إشي. أوكي، إذن P Parkinsonism مع poverty of expression، B مع B. أوكي، عشان ما ننساها. مين كمان بيكون عندهم يعني تعابير وجههم مش مبينة شبيهة بحالة الباركنسونزم؟ مرضى الدبريشن ومرضى الهايبوثايرويدزم، تمام. مرضى الاكتئاب بيكون عندهم ايباثي، لا مباليين ولا الاشي، فبيكون عندهم بافيرتي اوف اكسبريشن، لا مبالي، مش مبين عليه، مش قادر تحذر له شو وضعه، تمام. الهايبوثايرويدزم كمان بيكون عندهم كل شيء بطيء وكل شيء نازل، فيعني لوجيك انه يكون عندهم ايباثي او يكون عندهم بافيرتي اوف اكسبريشن. واحنا بنعرف انه مرضى الهايبوثايرويدزم بيكونوا منفخين، صح؟ بيكون عندهم
بافي سكان. طيب لوجيك انه المرضى المريض الجيني انكشس، المريض الجيني هايبر ثايرويدزم شعللها ولعها، انه يكون ايش، انه يكون اجيتيتد اكسبريشن، انه يكون مبين على تعبير وجهه انه معصب انه متوتر، انه بيكون مبين اجيتيتد المريض. اوكي ضلت عندنا واحده بس اللي هي الهايبر ثايرويدزم. في عندنا حاله معينه او سبب معين من اسباب الهايبر ثايرويدزم اللي هو الجريفز ديزيز، صح؟ الجريفز ديزيز اوتو اميون ديزيز بيعمل هايبر ثايرويدزم، هو الموست كومن كوز اوف هايبر ثايرويدزم او ثايروتوكسيكوزيس، صح؟ بدي اورجيكم فحالة معينة من الهايبر اللي هي الجريفز بيكون عندهم اكزوفثالموس. تذكروا الاكزوفثالموس، هاي الصورة المشهورة اللي بيجيبوها دايما على النيرد وعلى صفحات الطبية على الفيسبوك، بيكون كأنه يعني متفاجئ او مصدوم وعينيه طلعت لبرا، تمام؟ فهاي معنى كلمة surprised بيكون المريض. فهون معنى كلمة startled appearance او expression يعني surprised expression، تمام؟ نتيجة انه تذكروا انه بيكون عينه طالعين لبرا، اللي هي الاكزوفثالموس تبعت الجريفز ديزيز اللي نشوفها بالهايبر ثايرويدزم، تمام؟ اوكي شو ممكن يدلني كلام المريض، طريقة كلامه. هلا هون لازم ننتبه لطريقة حكي المريض، ممكن المريض يكون بتلعثم بالكلام، هاي بسميها slurred speech، هاي نشوفها عند مرضى الالكوهول الكوهوليكس مدمنين الكحول. ممكن يكون عندهم يعني بدل ما احكي لها slurred speech ممكن اسميها dysarthria، تلعثم او صعوبه في الكلام، تمام؟ ممكن تدلني مش بس على الكوهوليكس، يعني ممكن تدلني على مرض له علاقه في الاعصاب اللي مسؤوله عن الكلام، تمام؟ دائما دائما نربط المرضى اللي عندهم هورزنس، عندهم بحه في الصوت، نربطها مع الريكورنت رينجيال نيرف انجري، هاي من الشغلات المهمه، تمام؟ اوكي التناسق او تناغم الكلام، الناس اللي بيحكوا بسرعه 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 ممكن اشك بالهايبر ثايرويدزم، تذكر شعللها ولعها، كل شيء طاير عندهم وكل شيء سريع وكل شيء عالي. بينما مرضى الميكسيديما اللي هي الكلمه الثانيه للهايبوثايرويدزم عند الادلتس بنسميها ميكسيديما، بيكون عندهم سلاوينج اوف سبيتش، وهم اوريدي مرضى الهايبوثايرويدزم كل شيء عندهم نازل وكل شيء عندهم بطيء. اوكي تمام. الشغله الثالثه اللي رح ناخذها بعد ما اخذنا عن موضوع المشيه ايش ممكن يدلني، التعابير وجهه وكلامه ايش ممكن يدلني، خلينا نشوف لو ايديه ايش ممكن يدلوني. طلعوا كم شغله ممكن ادلع فيها على الايدين مش على الحفظ، يعني كله لما تخلصوا المحاضره رح تلاقوا حالكم عارفين وبتقدروا تعددوا نقاط لحالكم. من الشيك هاند شفتوا كم معلومه طلعنا، من مجرد سلمت على ايده عرفت بايش طلعت ملاحظات كتير، انه عنده والله هايبر ثايرويدزم او عنده هايبو او عنده مثلا روماتويد ارثرايتس نتيجه انه ايده لقيتها مشوهه، او في لما سلمت عليه هيك حسيت زي كتل، ممكن لما طول شوي تفك ايده عن ايدي حكينا ميوتينيك ديستروفي وطلعوه كرروها مره ثانيه عشان هيك حكيت لكم عنه مهم. فاربطوا دائما الميوتينيك ديستروفي مع الديليد ريلاكسيشن. ممكن لما اجي اسلم عليه احس انه ايده كبيره اكروميجالي، احس انه فيش عنده عضلات يا دوب، يعني ايده كتير نحيفه، يكون عنده ويستينج في الماسلز، ممكن تكون ايده رجفه ترجف لما احكي له مدي لي اياها، او لما اشوفه عم بيشرب كاسه مي هيك ايده والكاسه بتهز يعني معاه وهو بيشرب، فهي تريمرز. هاي اشياء كتير ممكن الاحظها على ايد المريض، ممكن تدلني على تشخيصات معينه. اوكي طيب ايش بالنسبه لموضوع الديفورميتيز، حكينا اهم معلومه لازم نعرفها في الديفورميتي انه التروما هي الموست كومن كوز اوف ديفورميتي. شو يعني تروما؟ يعني طبعا احنا تروما نقسمها قسمين، تمام؟ penetrating trauma and blunt. blunt اشهرها حوادث السير، والpenetrating اشهرها الstab wounds اللي هي طعنة السكين. اوكي فالتروما بانواعها المختلفه هي الموست كومن كوز اللي بتعمل عند المريض تشوهات deformities. اوكي تمام. اشهر التشوهات اللي بتهمني واللي راح تدرسوها في الانترنال ميديسن خاصه في الروماتولوجي اللي هي الديفورميتيز اللي بتصير على الجوينتس على المفاصل، تمام؟ رح نحكي عن الارثرايتك تشينجز اللي بنشوفها، اللي هي الديفورميتيز اللي بتصير نتيجه امراض بالمفاصل، او ممكن تكون نتيجه ايش، نيرف بالسيز، شلل في الاعصاب او في العصب اللي بيغذي المسلز الموجوده في طرف معين، تمام؟ اوكي من اشهر الامراض الروماتولوجي اللي بتعمل ديفورميتيز بالهاند هو ايش، مرض الروماتويد ارثرايتس روماتيزم. اوكي روماتيزم، الروماتيزم على المدار البعيد لما الشخص يتاخر في التشخيص وما يتعالج 100% هيعمل ديفورميتيز، لكن كل ما شخصته بدري وكل ما عالجته بدري بقلل فرصه حدوث الديفورميتيز، تمام؟ فهاي مرحله جدا متقدمه من شخص طول عنده تشخيص وما تعالج صح. اطلعوا كيف هاي الكتل اللي حكيت لكم عنها النوديولز اللي راح تحسوها بايده لما تيجوا تسلموا عليه، وحتى مجرد النظر يعني بدون تسليم. اوكي راح تلاحظوا انه اصابعه عامله ميلان باتجاه الالنا، تمام؟ في عنده ألنر
ديفياشن، وهذا الألنر ديفياشن بيكون واضح أكثر إشي هذا الميلان عند الميتاكارب وفالنجيال جوينت، يعني عند الجوينتس اللي شابكة بين الميتاكاربلز، مش هون في عنا ميتاكاربلز وهون في عنا فالنجيز صح؟ في عنا بروكسيمال وفي عنا ديستال. فالجوينت اللي شابك بين الميتاكارب وفالنجيال جوينت من عنده ببلش الميلان الألنر ديفياشن، الديفياشن باتجاه الألنا. فالألنر ديفياشن اللي بيصير عند الميتاكارب وفالنجيال جوينت عند الناس اللونج ستاندينج اللي فترة طويلة عندهم الروماتويد ومش ما بتعالجوا، بصير عندهم هذا بصير عندهم هذا الروماتويد أرثرايتس. تمام، لازم نعرف ان الروماتويد أرثرايتس بيأثر على السمول جوينتس اوف ذا هاند. تمام، يعني على مين بيأثر؟ بيأثر على الميتاكاربو فالنجيال والبروكسيمال انترفالنجيال، بينما الديستال انترفالنجيال الموجودين هون البعاد بيأثر عليهم أمراض تانية، مين هم؟ الأوستيوأرثرايتس والسورياتيك أرثروباثي. هلأ بصراحة أنه هاي الأشياء بتفاصيلها كان يجينا عليها أسئلة، ما يجينا عليها أسئلة. تمام، لكن ليش لو قلت لكم اياها وحطيتها في بوكس؟ لانه هاي من المعلومات ممكن يعني اللي هي مسلمات نعتبرها مع الروماتويد ارثرايتس ومع الاوستي ارثرايتس اند سيريتيك ارثروباثي، يعني من الاشياء اللي لما تاخذ سيره مرضيه من مريض بيشكي لك وجع بمفاصله اللي بتخليك تشوك بروماتيزم لما تعرف انه الوجع عند الميتاكارب فالنجيال وعند البروكسيمال. تمام، لكن لما يكون عند الديستال بدك تفكر في اشياء غير الروماتيزم، بدك تفكر في الاوستي ارثرايتس والسورياتيك ارثروباثي اللي هو الصدفيه اللي بتكون مؤثره على المفاصل. فعشان هيك انا حطيت لكم اياها في بوكس مفيده لكم للراوندات، لكن كامتحان نظري انها تيجي صراحه لا، يعني مش هلا في الباطني، لكن احفظوها من المسلمات اللي بتميز لي روماتويد ارثرايتس عن الاوستي ارثرايتس والسورياتيك ارثروباثي اللي هو نوع المفصل اللي بياثر عليه واللي بيعمل عليه ديفورميتيز. تمام تمام، اذا هنا من المفصل اللي صاير عليه التشوه انا قدرت اشخص او اعرف او اتوقع شو هو المرض اللي عند المريض. تمام اوكي. طيب من الشغلات الثانيه في الديفورميتيز اللي هي الكاربال تنل سيندروم، والكاربال تنل سيندروم من الشغلات المعروفه اللي بصير عند المريض ايش؟ بصير عنده ضعف بالثينر مسلز، والثينر مسلز هي عباره عن المسلز اللي بتشبك جهه الايد اللي من ناحيه الراديوس يعني لاترالي. تمام، تقريبا ماخذ الثم مع الاندكس والميدل فينجر. تمام، من جهه الراديوس لاترالي هذول بسميهم ثينر مسلز، بيغذيهم الميديان نيرف. لما الميديان نيرف ينضغط نتيجه انه في سوائل، في إديمة او في بريجننسي او في اكروميجالي مثلا، في المسلز كبرت وضغطت عليه، او في سوائل ضغطت عليه، او في بريجننسي وضغطنا على الميديان نيرف، يصير في عنا ميديان نيرف كومبريشن في الممر تبعه، في الكاربل في النفق تبعه ينضغط الميديان نيرف، رح يصير في عنا إحساس نمنمة وضعف بالعضلات اللي كان يغذيها الميديان نيرف. تمام، فالكاربال تانل سيندروم ضروري لو انتلكم إياها لأن ضروري تعرفوا إنه شو سببها، سببها ميديان نيرف كومبريشن. أوكي، الدبياترينز كونتراكشر من الأشياء اللي ممكن تدلني على ديفرنشال دياغنوزيس كتير، على أمراض كتير، من ضمنها اللي رح ناخدها إن شاء الله في موديول الجي آي، إنه المريض اللي بشوف عنده في إيديه دبياترينز كونتراكشر نوع من انواع الديفورميتيز، ممكن اشك انه في عنده advanced liver failure، في عنده فشل في الكبد موصل مرحله متطوره. تخيلوا قديش سبحان الله اشياء برا مبينه على الجسم من برا ممكن تدلني على امراض خطيره داخل جسم الانسان، فننتبه لهاي الشغله. تمام، هي الديبيترنس كونتراكشر هي عباره عن انقباض مستمر في الليتل والرينج فينجرز، بحيث انه ما بقدر يفكهم، خلص ايده هيك ديفورم متشوهه هيك بتضل. تمام، هاي شو بسميها؟ بسميها ديبيترنس كونتراكشر نتيجه انه الفاشيا الموجوده هنا ايش فيها؟ فيها ثيكنينج، يعني سمكه الفاشيا اللي بتغطي هاي المنطقه نتيجه انها صارت سميكه وقويه، شدت الليتل والرينج فينجرز وخلتهم بهاي الصوره. تمام، لما اشوف المريض عنده هاي الديفورميتي ببلش افكر بديفرنشال دياجنوستس معين في بالي، احدهم الادفانسد ليفر فيلير. تمام اوكي، لما اشوف ايد المريض احد الديفورميتيز انه يكون عنده ايش؟ لونج ثين فينجرز، اصابع ايديه طوال ورفع، هاي مشهوره جدا مع مين؟ مع المرفان سيندروم، اخذتوها في الام اس اس، صحيح انه هو اول موديول زمان اخذناه، لكن المرفان سيندروم من الاشياء اللي دائما تكرر ودائما لازم اشياء مهمه في الميني اوسكي، رح ناخذ كل صورها ان شاء الله لقدام. تمام، هاي هذا اللونج ثين فينجرز شو بسميه؟ بسميه اراكنو داكتيلي، اراكنو داكتيلي. تمام، الاشياء يا نبض اللي بكون ملونها او عاملها هيك مغمقها او تحتيها خط هي المهمه. اوكي، بالاضافه للي بحكي لكم عنه مهم وبيجي عليه اثناء الشرح. تمام،
إذا نرتب معلوماتنا. لحد الآن عرفنا المشية المريض شو بتعطيني معلومات، عرفنا تعبيرات وجهه وحكيه شو بيعطيني معلومات، عرفنا إيديه بحد ذات يعني بحد ذاتهم شو ممكن يعطوني معلومات، أخذنا أنواع الديفورميتيز المختلفة والمفاصل بتأثر عليها وشو ممكن تعطيني معلومات، معلومات يعني شو ممكن تعطيني أمراض أفكر فيها. طيب اللون، اللون الكلر اللي بيجيني فيه المريض على إيش ممكن يدلني؟ هلأ ممكن أشوف إيد المريض على أطراف أصابعه هون قريب من النيلز في عنده لون أصفر أو أسود، يدلني إنه هذا المريض مدخن ومدخن شرس، تمام، بدخن إله سنوات طويلة وكميات كبيرة، أوكي، فهذا بسميه التوباكو ستينينج، تمام، هيو التوباكو ستينينج الموجود على الفينجرز هون، تمام، هذا اللون الأسود أو الأصفر دلني إنه هذا المريض ممكن يكون بيدخن. في عندنا مرات تغيرات في اللون بتكون نورمال، تمام، بين اليوروبيان وبين الأفريكان، إنه الأفريكان بشرتهم أغمق من اليوروبيان، هذا بيكون إشي طبيعي. ممكن أشوف إنه أطراف المريض إيديه زرق أو شفايفه زرق، فهذا ممكن يدلني إنه المريض في عنده سيانوسز، في عنده مشكلة في الجهاز التنفسي أو في الجهاز الدوراني، في السي بي أس أو في الآر أس، في حال كان في عنده إسرقاق، أوكي، فهاي المعلومات ممكن يدلني عليها لون المريض، تمام، أوكي. التمبريتشر، طيب التمبريتشر على إيش ممكن يدلني؟ لما أعس إيدين المريض وأحسهم دافين أو باردين على إيش ممكن يدلني؟ هلا لما أحسهم باردين دائما أربطوا الكولد مع إيش؟ مع الفازو كونستريكشن، مش عم بيوصل دم منيح للأطراف، والورم مع الفازو دايليشن، يعني متوسع الأوعية الدموية واصل هاي الأطراف دم منيح، تمام. طيب مثلا مرضى السي او بي دي اللي هم الكرونيك برونكايتس اند انفيزيما، دائما مرضى السي او بي دي شو في عندهم؟ في عندهم هايبوكسيا وهايبركابنيا، يعني نسبه الاكسجين نازله والكربون دايوكسيد طالع، صح. في عندنا مشكله في الاو 2 سي او 2 اكستشينج، معناته اكيد رح تكون عندهم هايبوكسيا وهايبركابنيا. نتيجه لهذا الموضوع رح يكون عندهم سيانوسز، اسرقاق، اكيد رح نفهم موضوع السيانوسز لقدام هلا احسن، تمام. طيب بالنسبه لموضوع التمبريتشر، دائما تاثير الهايبركابنيا على الاوعيه الدمويه انها بتعمل فازو دايليشن، تمام، فلانه مرضى السي او بي دي اصلا عندهم هايبركابنيا راح يصير عندهم فازو دايليشن، راح احس ايدهم دافيين، ليش؟ لانه في عندهم فازو دايليشن، في دم واصل للاطراف نتيجه انه في عندنا فازو دايليشن، اوكي. طيب متى ممكن اعس الايدين باردين؟ هلا باردين يعني فازو كونستريكشن. هلا المرضى اللي عندهم فشل في عضله القلب، عضله القلب نفسها تعبانه وما بتضخ دم، في هاي الحاله رح يكون عندهم كتعويض as a compensatory mechanism رح يصير في عندهم فازو كونستريكشن. الفازو كونستريكشن هيقلل الدم اللي رايح للاطراف فنحس الايدين بارده. مش رح نلبها محاضره فيسيو وليش مرضى الهارت فيلير بصير عندهم فازو كونستريكشن، يعني هاي المعلومات ما بتيجي في امتحان ماكلاود، لكن بدي احكي لكم عنها لانها موجوده، لكن لا تركزوا عليها، عادي اقرا وعدي، اوكي. بالمنطق ليش الايد بتكون وارم؟ فازو دايليشن. ومين الاشياء اللي بتعمل فازو دايليشن؟ هايبركابنيا. مين عنده هايبركابنيا؟ اكيد مرضى السي او بي دي، تمام، اوكي. حسيت ايده باردين، فازو كونستريكشن. فازو كونستريكشن بتصير عند مرضى الهارت فيلير اللي اصلا عضله القلب عندهم تعبانه ومش شغاله. طيب ايش بالنسبه لموضوع الهاي اوتبوت هارت فيلير؟ يعني ممكن يكون المريض مش عضله القلب تعبانه، لا، هو اصلا عنده هايبرثايرويدزم، يعني عنده شعللها ولعها، والهايبرثايرويدزم احنا بنعرف انها بترفع الادرينالين ونور ادرينالين، بيخلوا القلب يشتغل بزياده ويخلوه يضخ دم زياده، تمام. فاوريدي بما انه بيضخ دم زياده رح نحس الاطراف مالها دافيه، تمام. اذا الهارت فيلير ممكن يخليني احس الاطراف بارده، ممكن يخليني احس الاطراف دافيه. متى بحس الايدين بارده؟ اذا كانت فعليا عضله القلب تعبانه وما بتضخ دم منيح. اما اذا كان المريض اصلا عنده ديزيز تاني، عنده هايبرثايرويدزم والهايبرثايرويدزم اثر على الهارت، لا، في هاي الحاله راح احس اللمز ايش الهاندز وورم، اوكي، تمام. نيجي للموضوع الاهم، النيلز لو شفتهم على ايش ممكن يدلوني وعلى ايش ممكن يخلوني افكر في ديفرنشال دياجنوسيس؟ هذا الموضوع مهم يا نبض للميني اوس، كتير غني بالصور، ممكن يجيكم الصوره هاي في الامتحان انه على ايش بتدل، او يعني شو اسمها بوز لاين ولا كلابينج والى اخره، وشو او بتجيك انه مثلا الفولوينج بيكتشر انديكيت وات، يعني شو بتدل او انديكيت اول اوف ذا فولوينج اكسبت، بدك بيكون حاطين لك مثلا، انت بتكون عارف اوريدي انها بوز لاين، بيكون حاطين لك بالخيارات اشياء ريليتد للبوز لاين ما عدا واحده بتكون هي خطا هي الاجابه، تمام، زي هيك. ومش كل النيل تشينجز مهمه، رح اركز لكم على المهم واللي فيه معلومات هيك تيجي في الامتحان.
طبعا هو جدول كبير في ماكلاود، انا قسمت لكم اياه وحطيت لكم مع كل واحد صوره، صور ماكلاود بالاضافه لصور اضافيه، لانه ماكلاود مش حاط صور عن كل نيل تشينج بصير، تمام؟ فقسمت لكم الجدول عشان يبين هيك اصغر وتقدروا تحفظوه بسهوله في الكتاب، الجدول كامل كبير. اوكي طيب، اول شغله بدنا ناخذها اللي هي البوز لاين. بوز لاين هي عباره عن ترانسفيرس جروف بيكون موجود على النيل. هذا التشينج لو كان موجود على النيل شو بسميه؟ بسميه بوز لاين. على ايش بدلني؟ بدلني على مضاعفات لسيفير سيستميك إلنس موجود داخل جسم الانسان. يعني هو عباره عن سيستميك ديزيز وموصل لاخر المراحل وعامل لي هاي المضاعفات اللي مبينه على المريض. يعني لما اشوف البوز لاين بعرف انه هذا المريض حالته سيئه. ليش؟ لانه بكون وصل لمرحله المضاعفات لمرض موجود بجسمه. اوكي تمام. كلابينج، الكلابينج خليها لحال لانه رح نشرحها بالتفصيل، تمام؟ اهم المواضيع اللي يعني يمكن اهم شيء بكل محاضره الجنرال اكزامينيشن بارت 1. اوكي فرح نشرحها لحال، خليها. ليوكونيكيا، هلا نيكيا يعني نيل، ليوكو يعني وايتنس، يعني وايت سبوتس او وايتنس اوف ذا نيلز، بيكون لون الاظافر ابيض. طيب هاي الاشي على ايش ممكن يدلني؟ ممكن يدلني انه هذا المريض ترى لها وايد ديفرنشال دياجنوستس اليوكونيكيا. ممكن يدلني على انه المريض تروما، متعرض لتروما معينه، واقع او عامل حادث او ضربه معينه. انفكشن، ممكن يدلني على بويزنينج، متسمم من ماده معينه عامله عنده هذه الصبغه البيضاء. ممكن المريض بياخد كيموثيرابي، ممكن عنده فيتامين ديفيشنسي. اليوكونيكيا بتهمني اكثر في الجي اي، لما اشرح لكم الجي اي ان شاء الله رح نحكي عنها وعن طريقه ابسط للديفرنشال دياجنوستس تبعها، يعني لما اشوفها بايش افكر. اوكي في عندي شغله مهمه، اللينسيز نيلز. اللينسيز نيلز بيكون عندك نص ابيض نص بني، طلعوا كيف، وايت براون هاف اند هاف نيلز. هاي بتدلني على شغله واحده، الاشياء اللي فيها شغله واحده بنحفظها لانه هي الوارد اكثر انها تيجي، تمام؟ والاسهل للحفظ. فالكرونيك كيدني ديزيز تتميز دائما، مرضى الكرونيك كيدني ديزيز بتميزوا دائما انه لونهم من برا بيكون بني، تمام؟ اظافرهم بيكون نص ابيض نص بني، بسميه لينت سايز نيلز. رح تشوفوا لقدام انه بشرتهم بشكل عام تطلعوا على وجههم بيكون لون بشرتهم بني على اصفر، فدايما اللون البني داخل مع مرضى الكرونيك كيدني ديزيز. اوكي طيب الكويلونيكيا، الكويلونيكيا معناها سبون شيب نيل، يعني نيل شكله زي شكل الملعقة. اوكي سبون شيب نيل، هذا السبون شيب نيل اهم اشي، اهم اشي بشوفه مع المرضى الايرون ديفيشنس انيميا، لكن الايرون ديفيشنس انيميا اللونج ستاندينج اللي لها فترة طويلة ومش معالجينها. ممكن اشوفه مع حالات ثانية، يس ممكن اشوفه مع اللايكن بلانس وتشيز سكين ديزوردر، ما بيهمنا نعرف عنه هلا. ريبيتد اكسبوجر تو ديتيرجنتس، يعني المعقمات المواد التنظيف لفترة طويلة الواحد بشكل مستمر يتعرض لها، ممكن تعمل عندها عند شخص على المدى البعيد الكويلونيكيا. اهم كلمة سر نحفظها مع الكويلونيكيا هي الايرون ديفيشنس انيميا، ورح نعيد لقدام عن الساينس اوف ايرون ديفيشنس انيميا. دقيقة بس، هلأ المركز نيلز هم عبارة أو المركز لاينز هم عبارة عن خطوط متوازية تحت بعض هيك بيجوا لونهم أبيض، تمام؟ هدول إذا شفتهم بدلون إنه في عنا مشكلة في البروتين، يا إما البروتين نازل، سوري مشكلة في البروتين، البروتين على كل الأحوال نازل، يا إما إحنا عم نفقده، مثلاً مريض عنده ديابيتك نيفروباثي وعم يفقده في اليورين، أو عم يعني مش عم بيتصنع بكميات كافية في الجسم نتيجة إنه عنده مثلاً ليفر فيلير، مش عم الليفر مش عم بيصنع ألبومين أو مش عم بيصنع بروتين، أوكي؟ فشوفوا مثلاً هذه الصورة، هاي هي الميركز لاين، تمام؟ بتكون عبارة عن ترانسفيرس وايت لاينز، تمام جدا واضحة. اوكي النيل فولت لنجكتازيا، هاي صور لها، بيكون عبارة عن توسع، بتكون عبارة عن توسع بالكابيلاريز الموجودة عند النيل فولد عند اطراف الاصابع من تحت، تمام؟ بيكون عندكم يا اما هيك بتكون على شكل خط او بتكون على شكل نقاط سبوتس، هيك سبوتس حمراء. اوكي هذه النيل فولد تلنجكتازيز على ايش بتدلني؟ بتدلني على دايليتد كابيلاريز او اريثيما، تمام؟ او احمرار، احمرار على خط واحد، او بتكون عبارة عن سبوتس بتدلني على الكابيلاريز المنتفخة، تمام؟ دائما كلمة تلنجكتازيا اربطوها مع كونكتيف تيشو ديزوردر، لما احكي كونكتيف تيشو ديزوردر يعني اشي ريليتد للكولاجين، يعني SLE سيستميك سكليروسيس روماتويد ارثرايتس درماتوميوسايتس، يعني هاي الامراض، تمام؟ لانه التلنجكتازيا انا بحكي عن مشكله في الشعيرات او الاوعيه الدمويه اللي بيدخل في تركيبها الكولاجين، فدائما اربط التلنجكتازيا مع الكونكتيف تيشو ديزوردرز على انواعها المختلفه، تمام؟ عم بحاول اسهل عليكم الحفظ يعني، بس عشان هيك بقولكم اربطوا. الاونيكولايسيس او الاونيكوليسيس هو عباره عن لايسيس يعني تحلل او انفصال، اونيكو يعني نيل، يعني النيل
زي هيك بيقبع او بينفصل عن النيل بيد، بيفصل يعني بيقبع الاظفر. شفتوا كيف هاي الصوره بالضبط هاي؟ تمام، ممكن نشوفها اشهر إشي عند مرضى صدفيه اللي عندهم السريسز. تمام، ممكن نشوفها عند مرضى اللي عندهم التهابات فطريه شديده، فانجل انفكشن ممكن يصير ديوتو تروما، صح؟ وارد جدا انه يصير ديوتو تروما. اوكي، ونيكو مايكوسيس، مايكوسيس يعني فانجل انفكشن، ونيكو يعني نيل، فمفسري حالها بحالها فانجل انفكشن اوف ذا نيل. فايش سببها؟ سببها فانجل انفكشن. تمام، طيب البيتنج يعني مبين النيل كانه بيتد، يعني هيك كانه مخزق. تمام، كانه بيتد، فواضحه جدا هاي الصوره، صوره البيتنج هاي كتير واضحه، فانتبهوا لها. البيتنج على ايش بتدلني؟ بتدلني انه هذا اشهر إشي المريض احتمال يكون عنده سرياسس. غير السرياسس ممكن يكون عنده اكزيما، ممكن يكون عنده لايكن بلانس. من الاشياء اللي بدكم تميزوا لي اياها انه مرضى صدفيه بصير عندهم اونيكولايسس، يعني بصير عندهم هذا المنظر، وبصير عندهم هذا المنظر، منظر البيتنج. تمام، ضروري تميزوا لي الميركز لاين من الاشياء اللي ممكن تيجي بالميني اوسكي. دائما اربطوا الحمار اللي تحت اللي هو اسمه تلنجكتيزي مع الكونكتيف تيشو ديزوردرز. اليوكونيكي رح نحكي عنها اكثر في الجي اي. دائما اللون البراون لما تشوفوه تذكروا الكرونيك كيدني ديزيز. هاي الصوره جدا مميزه للسبون شيب نيل اللي بنربطها على الاغلب مع الايرون ديفيشنسي انيميا لونج ستاندينج. البوز لاين لما تشوفوا جروف واحد وهيك عريض تذكروا البوز لاين، اللي بدلني على مضاعفات. لما اشوفها بخاف انها بدلني على مضاعفات. تمام، اوكي، ضل عندنا صور، ضل عندنا اخر حالتين اللي هم السبلنتر هيموراجز، وهي كتير مهمه ووارد انها تيجي وراح تتكرر معاكم بالسي في اس، اللي هي عباره عن سمول ريد ستريكس موجوده لونجيتودينالي along the nail plate. تمام، زي خطوط دم طوليه موجوده على الاظفر من برا. اشهر اشي بشوف بيكون يعني صاير بسببه السبلنتر هيموراج هو الانفكتيف اندوكاردايتس. راح تاخدوها مع الدكتورة انعام ان شاء الله بطريقة يعني هيك حلوة، وكل صور الانفكتيف اندوكاردايتس مهمة، وهو يعني كتوبيك يعني لا يخلو اي امتحان باطني من سؤال، لا يخلو اي امتحان باطني منه، يعني لازم يجي عليه اسئلة فاينل واوسكي وميني اوسكي. تمام، فاحفظوها من هلا صورة السبلنتر هيموراجز مع الانفكتيف اندوكارديتس. لكن هل هي باثوجنوميك فور انفكتيف اندوكارديتس ولا ديفرنشيال انفكتيف ديفرنشيال؟ ليش؟ لانه ممكن اشوفها مع حالات التروما، يعني ممكن يكونوا ناس بيشتغلوا دائما بايديهم وبيشتغلوا زي الحدادين مثلا، احتمال تلاقي عندهم من 1 لـ 2 لـ 3 سبلنتر هيموراجز، بيكونوا عادي طبيعي من طبيعه شغلهم، من طبيعه الضربات المتكرره اللي بتعرضوا لها على اظافرهم. تمام، لكن لو بده يدلني على مرض بدلني على انفكتيف اندوكارديتس. اليلو نيلز واضح جدا، صوره اللي هي عباره عن اليلو نيل سيندروم اللي هتاخدوها مع دكتوره انعام ان شاء الله كمان بالار اس كمان. اوكي، هي عباره عن يلوش ديسكولوريشن اوف ذا نيلز، جدا واضحه. اوكي، اذا هيك خلصوا عنا النيلز. على ايش ممكن يدلوني؟ البوز لاين، الليكونيكيا، اللينسي، الكويلونيكيا، الميركز لاينز، التلنجكتيزيز، الأونيكولايسز، الأونيكومايكوسز، البيتنج، السبلنتر هيموراجز اند يلو نيل سيندروم اور يلو نيلز. خلينا ناخذ عن اهم واحد فيهم اللي هو الكلابينج، تركناه لانه مشروح عنه لحاله. الكلمه السر في الكلابينج والسؤال الموجود في كل ارشيف من ارشيف المكلاود واللي اجانا احنا كمان على دورنا، انه بيغيروا من كلمه بينلس لكلمه بينفول، عشان هيك لو قلت لكم اياها وحطيت تحتها خط، فهذا سؤال يعني مكسب. اوكي، الكلابينج شايفين هذا المنظر ممكن يعني يشعركم للوهله الاولى انه بوجع، ما بوجع ولا شيء، يعني هو انتفاخ في نهايه الاصابع ومش بس الفينجرز، ممكن حتى في التوز، وبيكون بينلس، يعني هذا السوفت تيشو سويلينج اهم خاصيه فيه انه بينلس غير مؤلم. تمام، وين بيكون؟ بالتير من الفالنجيز، بالفالنجيز الطرفيه الموجوده اخر إشي، مش يعني على طول الاصبع كامل. تمام، شو بيكون فيه؟ بيكون فيه زياده في الكونفكسيتي، زياده في الكونفكسيتي اوف ذا نيل. هلا بالعاده الكلابينج بيكون بايلاترال، يعني افكتنج ذا رايت اند ليفت سايد. تمام، في حالات ممكن اشوف فيها يونيلاترال، ممكن اشوفه حالات يونيلاترال زي مثلا الارتيريو فينوس شنتس، يعني او البروكسيمال فاسكولار كونديشنز، يعني لما يكون ديزيز له علاقه في الارتيريال سبلاي. مش كتير مهمه هاي المعلومه، بهمني من هذا السلايد كله انكم تعرفوا انه بين تعريفه سوفت تيشو سويلينج، وهذا السوينج هو عباره عن بينلس. تمام، هاي اول معلومه مهمه في الكلابينج. نكمل المكتوب في السلايد، بيحكي لك انه 10% من حالاته كونجنيتال، ما تبقى 90% بتعكس لي مرض
موجود داخل الجسم. ورح نحكي هلأ شو هي الأمراض اللي بفكر فيها لما أشوف مريض عنده كلابينج، ولما أستثني كل هاي الأمراض بحكي والله إنه هذا كونجينيتال يعني خلقي خلاص هو هيك موجود عنده. كلابينج may recede of the underlying condition resolve، يعني ممكن هذا الكلابينج يعني مش شرط إنه يكون irreversible، لا ممكن إذا الديزيز الموجود داخل جسم الإنسان هذا الشخص اتشافى منه ممكن يرجعوا أصابعه وأظافره لشكلهم الطبيعي. أوكي تمام، هاي صورة بتورشيك anterior view وهاي صورة بتورشيك lateral view of the clapping. تمام، تاني معلومة مهمة في الكلابينج الديفرنشيال، وهذا سؤال راح تنسألوه 20,000 مرة في الباطني وفي المكلاود، يعني راح تزهقوا ديفرنشيال في الكلابينج حتى يصير عندكم زي شوربة المي. يعني هلأ يعني أي حدا معدي رابعة المفروض اسألوا ديفرنشيال في الكلابينج يعدل لك إياهم كلهم بكل سهولة، فمع التكرار راح تحفظوهم. هاد جدول ماكلاود صفل لك إياهم كلهم according to each module أو each يعني سيستم عندنا في الجسم. وهاد جبت لكم إياها من النت، هاي الصورة معروفة عشان تسهل عليكم حفظ الديفرنشال اوف كلابينج، ربطوها مع اسم كلابينج يعني حرف السي على ايش بدلني، حرف ال على ايش، وهكذا. تمام، اذا من 5-10% منه كونجينيتال، وما تبقى 90% ايش اكويرد او بدلني ايش يعني اكويرد، يعني نتيجه انه مرض موجود داخل جسم الانسان. طيب 70% من 90% سببها في الار اس، سببها مشاكل في الجهاز التنفسي، اشهرها على الاطلاق لنج كانسر، وهذا اكثر شيء بخاف منه اذا شفت كلابينج عند المريض وشكيت انه في عنده والله كلابينج مع كف مع تشست بين مع شورتنس اوف بيرث، يعني اعراض كلها ماشي مع الجهاز التنفسي، فاكثر اشي بخاف منه وبدور مباشره اني اعمل للمريض صور عشان استثنيه هو اللنج كانسر. اوكي، ممكن يجي مع حالات ثانيه الكرونيك سبيراتيف كونديشن، سبيراتيف يعني اللي فيها بس وبكتيريا وابسس بكميات كبيره زي البلمونري تيبركلوسيس البرونكياكتاسيس، انتوا بتعرفوا الثك سكريشنز تبعت البرونكياكتاسيس وكيف السبيوتم بيكون يعني بكميات كبيرة عند مرضى البرينكياكتسز، راح تاخدوهم هدول الأمراض مع دكتور إنعام لا تقلقوش. يعني اللنج أبسس إمبايما، إذن أي إشي فيه بس، أي إشي فيه بس إمبايما يعني بس في البلورال كيفيتي. تمام، أي إشي فيه سكريشن زي سكريشن ثيك وفيها بس في اللنج راح تعمل لي إيش، راح تعمل لي كلابينج. الميزوثيليوما هي عبارة عن تيومر كمان في اللونج ريليتد للبلورا، نفس الاشي بيعمل لي كلابينج. الفايبروما والبلمونري فايبروسيس، تمام، اللي بدي اياكم تركزوا عليهم اللونج كانسر وهدول كلهم الكرونيك سبيراتيف والبلمونري فايبروسيس، هم بالعاده اللي بيجوا بالاسئله انهم بيعملوا كلابينج في الار اس. الكارديوفاسكولار احفظوهم الثلاث ما تنسوهم، سيانوتيك كونجينيتال هارت ديزيز، يعني الهارت ديزيز الكونجينيتال اللي بيعمل سيانوسيس، لانه لازم تفرقوا انه في عندك شيء سيانوتيك وفي عندك شيء نون سيانوتيك كونجينيتال هارت ديزيز، اللي بيعمل كلابينج هو السيانوتيك كونجينيتال. الانفكتيف اندوكاردايتس من اشهر الاشياء في الكارديوفاسكولار اللي بتعمل، شو يعني انفكتيف اندوكاردايتس؟ يعني انفلاميشن or infection of the endocardium اللي هي الغشاء المبطن للهارت من الداخل، الاندوكارديوم اعمق طبقة من الداخل. تمام، هاي صاروا خاصيتين مميزات ممكن اشوفهم يدلوني انه هذا المريض او يخلوني افكر انه ممكن هذا المريض يكون عنده infective endocarditis. ايش هم؟ على النيلز السبلنتر هيموراجز، وعلى الفينجرز والتوز الكلابينج، صح؟ ممكن يكون عنده aneurysm او arterio venous shunt. اوكي، في الجي اي الليفر سيروسز، الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هم الالسيراتيف اند كرونز، رح نحكي عنهم ان شاء الله في الجي اي اكثر. السيلياك ديزيز اللي هو حساسيه القمح، احفظوهم زي اسمكم دائما بيجوا هدول الجاسترو انتستينال كوزز اوف كلابينج. اذرز ممكن مريض يكون عنده ثايروتوكسيكوسز، تحديدا جريفز ديزيز، يعمل عنده إشي بيشبه الكلابينج لكن ما بسميه كلابينج بسميه ثايرويد اكروباكي. ممكن تاخدوها هذه في الار اس مع دكتور انعام بالتفصيل، اسمها primary hypertrophic osteoarthropathy which is rare complication of lung cancer، بتدل على advanced stage، بتعمل clubbing بيكون واضح جدا جدا، ومعها اشياء تانية بتاخدوها ان شاء الله مع دكتور انعام. فهذا الاختصار او هذا يعني الصورة بتسهل عليكم حفظ differential diagnosis اللي مع الوقت رح تحفظوه بسم. تمام، اوكي، كيف أعمل examination؟ وهذا السؤال اللي رح تنسألوه واحد واحد بالراوند. يلا شوف لي إذا هذا المريض عنده clapping ولا لا. أول إشي by inspection في advanced stages، يعني لما يكون مرات clapping مهلأ clapping له stages رح نحكي عنهم. في advanced stages بيكون كتير مبين، ف by inspection أنت شايف إنه في clapping واضح كتير. إذا ما كان واضح بدي أضطر أمشي على هذه الأشياءات
اللي بتدلني انه في كلبنج. اللي بنعمله احنا كطلاب في المستشفى اللي هي شامرث ويندو، تمام؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هلا راح احضركم فيديو شو بحكي للمريض يعمل، بخليه يعمل باصابعه زي هيك. هلا بورجيكم فيديو. النورمال انه هاي الويندو تكون مبينه، تمام؟ انه في فراغ صغير بين الاصبعين. المريض اللي عنده كلبنج لما يعمل هاي الحركه، هاي الويندو عنده مش موجوده، مختفيه. هاي هي، وهذا هو الفحص اللي بنعمله احنا كطلاب بالعاده مع اي مريض عشان اشوف اذا عنده كلابينج ولا لا، اذا ما كان واضح او يعني عادي، مش احتمال يكون نورمال يعني ما عندوش اشي، لكن عادي بيجي الدكتور بيحكي لك اكزامين فور كلابينج، بتحكي للمريض مباشره يعمل هاي الحركه، تمام؟ لكن في الكتاب مفصلين اكثر، مفصلين هلا رح نحكي عنهم وسهلين يعني ما بدهم اشي. هلا شوفوا معي يا نبض، في عندي ريشيو بقيسها بين، في عندي ريشيو بقيسها بين ارتفاع الديستال انترفرينجيال جوينت، ابعد جوينت الديستال انترفرينجيال جوينت، وارتفاع النيل بيد. هلا بالوضع الطبيعي هاي الصوره النورمال لازم يكون عندي هذا الارتفاع اكبر من هذا الارتفاع، تمام؟ يعني ارتفاع الديستال انترفرينجيال جوينت اكبر بشوي من النيل بيد. لكن اللي عندهم سوفت تيشو سويلينج في التيرمينال فالنجيز اوريدي راح تكون عندهم هاي منطقه النيل بيد منتفخه، تمام؟ منتفخه معناته راح يكون ارتفاعها رقم 2، تمام؟ كارتفاع اكبر من قيمه رقم 1 اللي هو الديستال انترفرينجيال جوينت. فلما تكون الريشيو بين هدول الاثنين، بين هدول الارتفاعين اكبر من 1، بتدلني انه هاي انه ارتفاع النيل بيد اكبر من ارتفاع الديستال انترفرينجيال جوينت، معناته هذا المريض في عنده ايش؟ في عنده كلابينج، تمام؟ اذا هاي اول نقطه فهمناها بتشخص لي انه هذا المريض عنده كلابينج. ثاني نقطه هاي الزاويه، تمام؟ بسميها نيل بيد او نيل فولد انجل، تمام؟ المفروض انها تكون هاي الانجل تقريبا يعني 180 درجة او اقل، تمام؟ لكن لما يصير في عنا زيادة في الكونفكسيتي، شوف هون في التعريف شو حكينا، حكينا ان الكلابينج هو عبارة عن زيادة في الكونفكسيتي اوف ذا نيل، صح؟ فاشي طبيعي انه هاي الزاوية راح تصير منفرجة اكثر، راح توصل حتى اكبر من 190. فهاي تاني شغلة بتبين لي انه هذا المريض عنده ايش؟ عنده كلابينج، تمام؟ ثالث شغله اللي هو التست اللي حكينا بنعمله احنا دائما في المستشفى، اللي هي الشامرث ويندو، الاصل انها تكون موجوده، اذا ما كانت موجوده معناته هذا المريض عنده كلابينج. من الشغلات اللي ممكن اعملها زياده اللي هو تست اسمه فلكشويشن تست، تمام؟ لازم اثبت كدكتور ايدي الثم من كل ايد عند منطقه يعني التيب اوف ذا فينجر من هون، او التيب اوف ذا نيل من هون، من هون، واثبت هاي المنطقة، تمام؟ الرينج أثبته من كل إيد، أثبته هون، وأحط بعدين الإندكس عند منطقة تقريبا النيل فولد هاي الجهة، تمام؟ هسه هدول لازم يكونوا ثابتين، وهدول لازم يكونوا ثابتين، بثبت فيهم الإصبع، تمام؟ وهدول اللي بيتحركوا الإندكس، بحرك واحد بثبت الثاني، بحرك الثاني بثبت واحد. شو الفكره في الفلكتشويشن؟ انه المريض اللي عنده كلابينج في عنده انكريز فلكتشويشن. شو يعني؟ لما احرك هذا الاصبع واضغط على هاي المنطقه راح احس انه في سوائل او بلج زاد على هاي المنطقه، تمام؟ مش انتم متخيلين انه الكلابينج هو عباره عن سوفت تيشو سويلينج، يعني منطقه منتفخه وكلها سوائل. فلما انا اثبت الاصبع كامل واضغط على الجهه المنتفخه من هون راح تتحرك واحس فيها هون، ولما اثبت هاد بالعكس واحرك من هون راح احس انه السوائل اللي كانت هون تحركت لهون، او الانتفاخ اللي كان هون صار لهون. هاي معنى كلمه فلكشويشن، لكن ما بعتمد عليه كثير لحتى اشخص انه هذا المريض عنده كلابينج. النقاط الرئيسيه الثلاث الموجودين هون، الانترفرينجيال ديبث ريش تكون اكثر من 1، والنيل فولد انجل اكثر من 190، والشامرث ويندو تكون ابسنت، تمام؟ خليني اورجيكم هذا الفلكشويشن تست، طلعوا شفتوا كيف ثبت؟ بعدين حط، شوفوا دقيقة، مرة تانية شوفوا كيف. ممكن يطلبوا منكم في المستشفى حسب الدكتور، يعني يكونوا عارفين كيف تعملوا، راح ندربكم عليه إن شاء الله. شفت؟ مثبت هاد بس بيحرك هاد، بيحرك هيك بشد لجوا، بضغط لجوا، فالبلج اللي هون إذا كان في كلابينج الانتفاخ اللي هون راح يتحرك لهناك، راح احس فيه من هون مكان ما انا مثبت. ولما اعكس العكس صحيح، يعني بحس فيه كمان على الجهه اللي عكست عليها، تمام؟ متى بيكون هذا الفلكشويشن تيست بوزيتيف او واضح كتير؟ اذا كان المريض عنده كلابينج، لكن مش شغله بعتمد عليها، تمام؟ شوفوا هنا بدي ورجيني الشامرث ويندو،
بدي أورجيكم كيف بتكون الشامبرث ويندو بريزنت نورمالي. بخلي المريض هيك يعمل حركة سهلة، تمام؟ هاي نورمال بتكون موجودة عند كل الناس. اللي عنده كلابينج هاي الشامبرث ويندو أبسنت، أو الشامبرث ساين مش موجودة، ما في، تمام؟ هلا الكلابينج لحد هون مشروح في ماكلاود. دكاترة كتير بيسألونا في الراوندات عن موضوع الستيجز اوف كلابينج، وبيركزوا على ستيج 2 اللي يبلش من عنده الكلابينج اللي هي اللوس اوف انجل. شو يعني لوس اوف انجل؟ يعني بتختفي قد ما بتكبر، يعني قد ما بتزيد الكونفكسيتي على الاخر الانجل الطبيعيه اللي كانت موجوده بتبطل موجوده، بتصير اكثر من 190، وهذا إشي غير طبيعي. وبيركزوا على اخر ستيج اللي هو ادفانس ستيج، اللي بيكون الكلابينج فيه كتير واضح، اللي حتى باي انسبكشن بس مجرد انك شفت المريض خلص بتشوف انه كلابينج، تمام؟ احفظوا الستيجز، لكن ركزوا على ستيج 2 وستيج 4 اللي بيكون فيها اخر اشي الكلابينج كثير واضح، اللي بسميها درم ميستيك ابييرنس. اوكي، بتذكر الدكتور مره سالنا عنها او دكتورين، فعشان هيك ضفت لكم اياها للاحسن. بتذكر مره حاله في البشير شفتها حاله كلابينج بتخوف صراحه، يعني كلابينج جدا 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 واضح في الابر لمس وفي اللور لمس، ما بنساها هاي الحاله، شفتها في البشير يعني كانت هيك ملفتة للنظر كتير. أوكي، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. رح أشرح الباقي بفيديو تاني قصير عشان ما أطول عليكم هذا الفيديو. لاحظتوا أن المحاضرة أكثرها سواليف وأكثرها أشياء بتنفهم فهم وبتنحفظ معي وأنا بشرح، يعني مش تقعدوا بعد ما تخلصوا هذا الفيديو تروحوا تمسكوا المحاضرة وتحفظوا، لا، هلأ لما أعمل الجزء الثاني رح أعملكم كويك ريفيجن بالسلايدات المهمة واللي لازم لما تخلصوا حضر الفيديو تراجعوهم فقط، لا أكثر ولا أقل. زي ما وعدتكم إن شاء الله بنرجع نشيك على محاضرة الدكتور. صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.